الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم السادة وسائل الإعلام، نشكركم على تلبية هذه الدعوة وتكبدكم معاناة الحضور خاصة بجائحة ظروف جائحة كورونا. بداية أترحم على من قدم ابناء وطني ونسأل العودة إن شاء الله لمفقودينا والشفاء العاجل لجرحانا. الهيئة العامة للبحث وتعرف المفقودين هي إحدى مؤسسات الدولة التي تتسم بالأهمية وإسناد ما هو خدمة لصالح العام. الهيئة العامة أنشئت بقانون رقم 1 لسنة 2014، وتم تفعيل الهيئة العامة للبحث عن المفقودين في سنة 2018 بقرار من المجلس الرئاسي كتفعيلها كهيئة ذات ذمة مالية إدارية مستقلة. كانت في السابق تعمل الهيئة تحت إدارة تسمى الإدارة الفنية للبحث عن المفقودين التابعة لوزارة الدولة لأسر الشهداء والمفقودين. الهيئة بما شك فيه تتسم بمهامها باختصاص أصيل هي البحث والتعرف عن المفقودين. هذا الاختصاص يعطيها طبيعة خاصة للتعامل مع مؤسسات الدولة والمواطنين بصفة عامة. لا يستطيع أحد أن ينكر علينا أن هذه مرحلة حساسة ومعقدة نبذل فيها كل الجهد رغم من الإمكانيات المحدودة لتنفيذ مهام المتعلقة بالبحث عن المفقودين. احنا كهيئة في ظرفية المرحلة نتعامل في السابق، طبعا في السابق تعامل هيئة من سنة 2011 كمهام اختصاص لها البحث والتعرف المفقودين. كإدارة او كهيئة حاليا ليس لها باع كبير في عملية البحث المفقودين. زي ما نعلم الدولة الليبية لم تولي اهتمام السابق او النظام السابق اهتمام بقصة المفقودين في ليبيا، وحتى الكوادر الموجودة عندنا تم تدريبه بعد سنة 2011 بعد ثورة 17 فبراير. تم تدريب الفريق مع التعاون مع بعض المؤسسات الدولية زي الدولة اللي لها باع في عملية البحث عن المفقودين، مثل هي المنظمة الدولية للمفقودين، المنظمة الدولية للصليب الأحمر، ووكالة ماكل الكورية. الحمد لله بعد هذه الجهود المبذولة صراحة من سواء كانت الأطقم الإدارية والفنية واللوجستية الموجودة تابع للهيئة، نشكرهم في هذه الأثناء على مجهوداتهم اللي يبذلوها صراحة، وتكبدهم اللي هم وسائل اللي هي معاناة اللي هي الأخطار الحادقة خاصة في الظروف الحالية. زي ما نعلم وجود الألغام منتشرة في المناطق اللي تم فيها اللي كانت مناطق نزاع أو حرب. حاليا طبعا ظرفية المرحلة زي ما نعلم بعد تحرير جنوب مدينة طرابلس تلقينا العديد من البلاغات من الأهالي، سواء كانت الأهالي أو الجهات الأمنية أو الجهات العسكرية، بوجود أعداد مهولة من الجثث والأشلاء ما بين المساكن وداخل المساكن وبعض القبور الجمعية الموجودة في المزارع والأرياف لجنوب مدينة طرابلس. بناء على هذه البلاغات أصدرنا تعليماتنا للفرق التوجه لهذه الأماكن، وشكلنا اللي هي غرف الطوارئ واستنفار لكل الفرق والمعامل لظرفية هذه المرحلة. تم التواصل مع غرف العمليات العسكرية بالتنبيه بعدم اللي هي المساس للجثث أو المقابر إلا عن طريق الهيئة العامة للبحث والتعرف المفقودين بحكم اللي هي اختصاص أصيل لها. وتم بارك الله فيهم غرف العمليات العسكرية بإصدار بيان للتنبيه لكل الوحدات الأمنية والعسكرية والمواطنين في حالة وجود أي مقابر جماعية أو أشلاء اللي هو التواصل مع الهيئة. في الثلاث الأيام الماضية تم انتشال تقريبا حوالي بلاغات حوالي 15 جثة المناطق اللي تم العمل عليها ولا زال مستمر الفرق بالتعامل معها. منطقة جنوب طرابلس اللي متمثلة في منطقة صلاح الدين وعين زارة والمشروع سوق لحد، تم انتشال إلى هذه اللحظة في الثلاث أيام السابقة أكثر من 15 جثة وبعض الأشلاء. عندنا بلاغات وجود أكثر من 100 جثة، لكن زي ما نعرفه وكل يعرف القاسم الداني بتلغين هذه المناطق والتحذيرات اللي من الجهات الأمنية المختصة الخاصة بوزارة الداخلية إن في وجود ألغام، ونحن كهيئة تعرضنا لهذا الكلام من الفريق بوجود مفخخات داخل حتى أشلاء جثث، فاضطرينا بالتواصل مع فرقة الهندسة الفرق اللي هي مكافحة الألغام بأنه هو يتواصل معنا واللي هي يكون في الخطوط الأمامية بنزع هذه الألغام من هذه الجثث حتى من انتشارها. واحنا في المؤتمر الصحفي هذا صراحة تلقينا بلاغات من مدينة ترهونة
بوجود مقابر جماعية. توجه الفريق حاليا موجود متواجد في مدينة هنا بأن هناك بعض المقابر الجماعية. تواصلت هاتفيا اليوم باتصال هاتفي مع عميد بلدية هنا يحدثني فيها أنه موجود بعض الجثث في مكبات القمامة وأن في بعض الجثث منتشرة ومقابر سيتم الإعلان عليها لاحقا. نحن كهيئة نحب نوضح للسادة المشاهدين والناس اللي هم الأهالي ذوي المفقودين أن في أي حالة وجود أو البلاغ على أي شخص مفقود يتوجه للهيئة العامة للبحث عن المفقودين. عندنا إدارة مختصة تسمى إدارة التعامل مع الأهالي، يتم فتح ملف بناء على مستندات مصوغات مطبوعة احنا كهيئة، ويتم تسجيل المفقود بأرقام سرية. من ثم يتم أخذ عينات الدم أو اللي هي تم مطابقتها مع الجثث أو الأشلاء الموجودة عندنا. زي ما قلت لكم يعني الهيئة مازال مستمرة. أنا ننبه في هذا المؤتمر الصحفي خصوصا الجهات الأمنية والعسكرية واللي هي التوار وكل من يعثر على جثة ويشتبه في جثة مخبرة التواصل مع الهيئة وعدم المساس بها، لأن هذا ده عملها يعتبر ده طبيعة خاصة. إحنا مش نتمنى من السادة أنهم يأخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار. إحنا زي ما شفنا على السوشيال ميديا بعض الناس طبعا لفزعتها وحقتها وأن هي تنتشر في هذه الجثث، نتمنى لأن هذا انتشار الجثث لها مخاطر سواء كان مخاطر طبية أو يعني تلوث. فنسأل من نتمنى من الناس المواطنين أو أي جهات أمنية أو عسكرية التواصل مع هيئة مباشرة، وإن شاء الله إحنا نحسن من انتشارها. هذا حبيت أن نتكلم فيه باختصار يعني خاصة التنويه أو شن العمل الحالي اللي احنا نقوم به. وتفضل الأخوة الزملاء الصحفيين لو كان فيه أي سؤال يعني تفضل. سليمان فرجين قناة بها. الحرب اللي مناطق اللي تم تحريها كم مخبر جماعية؟ هل تم بلاغ بخصوص المفقودين؟ يعني شن نوعية الجثث يعني اللي صباشي فيها؟ طبعا احنا كجهة لا نتعامل على طريقة السبب الوفاة، او يعني احنا نتعامل كفرق تعامل مع جثة كجثة آدمية كعمل إنساني بالدرجة الفنية بحتة. زي ما ذكرنا في تم تمشيط ليس بالكامل بعض البلاغات اللي احنا وردتنا اللي هي تعمل عمل عليها منطقة خلة الرجال، منطقة عين زهرة، واللي هي مشروع وسوق لحد. انتشلنا بعض الجثث تقريبا حوالي 4 أو 5 من خلة برجان، انتشلنا حوالي تقريبا 4 أو 5 جثث من منطقة المشروع، أمس جثتين من سوق لحد. لكن نتيجة وجود الألغام وتفخيخ بعض حتى الجثث ووجود بعض الأشلاء داخل بعض اللي هي الآليات العسكرية التي نستطيع أن تم الوصول إليها، وجدنا بعض الجثث موجودة داخل دبابات فحتى الأبواب ما قدرناش نفتحها. فقاعدين نتعامل مع الجهات الأمنية المختصة اللي هي تساعدنا في هذا العمل. جد البلاغات طبعا كثيره والانتشار جثث يعني بطريقه مهوله صراحه في جنوب طرابلس، في ترهونة، في الخط مناطق الاشتباكات الى عند تقريبا القرابولي وبس خيار بسلاته. فاحنا حاليا قاعدين زي ما قلت لك ما حصرناش العدد النهائي، لكن العدد الثلاث ايام الماضيه تم انتشار اكثر من 15 جثه والبلاغات على اكثر من 100 جثه. إبراهيم درمان مراسل قناة ليبيا الوطن. عند دخول قوات بركان الغضب لمدينة ترهونة الكل يتحدث عن وجود عدة مقابر جماعية داخل مدينة ترهونة خصوصا في مقر لواء التاسع وعدة أماكن أخرى، أيضا الجميع يتحدث عن وجود حاوية تحت الأرض يوجد بها العديد من الجثث. يا ريت تتحدثنا عن الموضوع هذا. احنا زي ما قلت لكم تلقينا بلاغات من مدينة ترهونة، واليوم تحدثت مع عميد بلدية ترهونة بهذا الخصوص، وهو اللي ابدا لي قال لي انه هو حدثني على اساس وجود مقابر جماعيه. الفريق حاليا وانا اتكلم معكم متواجد مدينه ترهونة حيقدم لي تقارير على عدد المقابر والاشلاء ولو كان في جثث موجوده في حاويه. فممكن اليومين القادمين حنكون يعني ان شاء الله تحديد قديش عدد المقابر الموجوده في مدينه ترهونة. عفوا. فينا بالعام وكاله الغيمة الليبية للاخبار. أبرز العراقيل والمعوقات اللي واجهت فرق التي تقوم بانتشار الجثث، وهل هناك ميزانية صرفت لكم في هذا العمل؟ احنا صراحة كهيئة أنشأ في قرار المجلس الرئاسي في سنة 2018 قرار 525 ك
كان في شهر 8 ف لم تصرف لنا ميزانيه في 2019 ترتيبات الماليه 2019، لكن مجلس الرئاسه بالخط بعد القرار اللي فيه باعطاء الهيئه اللي هي ميزانيه من المتفرقات اشتغلنا بها، كان هذا خصيصا هذا المبلغ كان اللي هو موضوع اللي هو مصالح التورغ مصراتة، فكان فترة 6-8 شهور العمل اللي هي منطقة التورغ بانتشار الجثث واللي هي المسح كامل مدينة التورغ. حاليا للأسف لم ندرج من ضمن ميزانية ترتيبات المالية 2020، خاطبنا الرئاسة بهذا الخصوص والرئاسة وجه كتاب لوزير المالية بما ان نحن ناقشنا الميزانيه صراحه ميزانيه 2020 مع لجنه الميزانيه، فنستغرب صراحه عدم ادراجنا الميزانيه المخصصه للترتيبات الماليه 2020. قدمنا كتاب حاليا لمجلس الرئاسه، نسال الله ان ياخذوا الموضوع هذا بعين الاعتبار ويصرفوا لنا ميزانيه حتى يتم اللي هو العمل على هذا هذه المرحله بصوره ان شاء الله على كل وجه. وابرز العراقيل التي تواجه الفرق حاليا؟ ابرز العراقيل احنا طبعا الامكانيات زي ما قلنا محدوده، نشتغل بالموجود عندنا، ولكن العراقيل صراحه في انتشار جثث خاصه جنوب مدينه طرابلس هي الالغام، تواجد الالغام بصوره كبيره، الالغام موجوده حتى في جثث. احنا تعرض احد افراد الفريق طبعا الموجود عندنا بالهيئه انه هو لمس خيط يعني بتاع الموجود باللغم، الحمد لله انه ما انفجرش. نتمنى ان فرق الهندسه العسكريه تعاون معنا بصوره اكثر لانتشار هذا الجثث في اسرع وقت ان شاء الله. بخصوص اخذ العينات من الاهالي، ماذا يعني امتى تشرع الهيئه في اخذ العينات من الاهالي ومطابقتهم مع المفقودين؟ بالنسبه للاداره احنا موجوده عندنا تشتغل اداره اللي يسموها اداره التعامل مع الاهالي، اي شخص يعني عنده شخص مفقود ياتي للهيئه وعندنا يتعامل مع الاداره اسمها اداره التعامل مع الاهالي، عندنا مصوغات او بعض الاوراق نطلبوا فيها احنا كفتح ملف في مركز الشرطه او النيابه، وعلى ضوء نطلب في بعض المستندات يتم فتح ملف وادراج من منظومه الهيئه بانه هو شخص مفقود، ويتم اخذ اللي هي العينات الدم من الاهالي المقربين الافراد المقربين للشخص المفقود، ومن ثم يتم اللي هو تحليل هذه العينات ومطابقتها باللي هي العينات المأخوذة من الجثث. احنا حاليا شرعنا في تجهيز المعامل للمختبرات اللي هي خاصة بعملية التحليل، وعملنا يعني زي ما قلت طلبية لمواد التشغيل، هي في الطريق ان شاء الله تكون يعني في اقرب وقت، وسيتم التعامل مع الخاصة بالحالات اللي هي الطارئة المستعجلة. التبليغ عن الحالات المفقود هل مقتصر على حضور شخصيا للاداره الخاصه بالهيئه او هناك وسائل وسائل تواصل او ارقام هواتف يعني في حاله الشخص اللي هو يشتبه؟ احيانا شخص ليس عارف مفقود يعني يشتبه بوجود مقبره او يشتبه بوجود جثه، الاتصال عن طريق ارقام الهواتف او الحضور شخصيا لمقر الهيئه. في حاله شخص عنده انسان مفقود ياتي لمقر الهيئه هذا لازم الحضور الشخصي، وفي اثباتات يعني في المسوقات زي ما قلت احنا نطلبوا فيها في نماذج خاصه نعبوا فيها في بعض المسوقات، فيفتح ملف واللي هي يدرج في الهيئه من ضمن منظومه اللي هي المفقودين في استخدام الهيئه. هل هناك منظمات انسانيه تقوم بذات المهمه يعني هل في توصيف بيناتكم وتعاون، ما هي هذه المنظمات؟ احنا في السابق صراحه والكل يعرف الظروف الامنيه والظروف السياسيه، في السابق كان في تعاون صراحه مثمر مع الاداره السابقه الاداره الفنيه اللي هي الهيئه حاليا مع المنظمه الدوليه للمفقودين اي سي بي ومع المنظمه الدوليه للصليب الاحمر وكانت ماكري كوريا اللي ليهم دور كبير صراحه في تدريب الفرق وتقديم المشورات وفي هذا الصدد. واحنا زي ما نشتغل تو حاليا نشتغل بنفس المعايير الدوليه اللي تشتغل بها المنظمه الدوليه للمفقودين او وكاله ماكري او كل هذه المؤسسات الدوليه، يعني احنا نشتغل باطار قانوني اللي هو القانون المحلي والقانون الدولي اللي هو يحترم كرامه الانسان والتعامل مع اللي هي الاشلاء الانسانيه يعني البني ادم. نقصد في الوقت الحالي يعني يقول لك يعني جهات تنتشر في المجتمع، هل هناك تنسيق ما بينكم؟ احنا نتمنى صراحه يعني انتشار الجتامين وخاصه اللي هي مجهوله الهويه هذا يعتبر اختصاص اصيل شرعه حتى المجلس الرئاسي والقانون انه يعتبر اختصاص اصيل للهيئه العامه للبحث عن المفقودين، لان التعامل مع الجثه يحتاج لمعايير فنيه بحته للتعامل مع الجثه. احنا لا نريد ان الجثه يتم ضياع جزء منها ولا يتم انتشار
الجزء اللي هو احيانا يكون مهم بناء من السلطات المحليه سواء كانت الجهات اي جهات وزاره الصحه او الهلال الاحمر او اي جهات ثانيه في حاله وجود اي جثث مشهورة هوية او اشلاء التواصل مع الهيئه العامه للبحث عن الفقدين. وانا احمد قناه السلام. طبيعه الحرب يعني فيها اضرار عده يعني سواء من المنطقه هنا او من المناطق الاخرى، في جثث من كافه المناطق يعني سواء حتى الطرف الاخر. الان في حاله اريد استفسار عن هذه الجثث يعني من المناطق الاخرى او من الطرف الاخر، كيف تتعامل الهيئه مع هذه البلاغات؟ وهل هناك تواصل حتى من يعني وسائل غير الأردن إلى هنا مثلاً؟ وحتى في ظل أزمة كورونا اللي حاصلة يعني قد يكون التنقل ما بين المناطق والمدن صعب، فكيف تتعامل الهيئة مع هذا الأمر؟ احنا الهيئة لا نتعامل مع مسميات أو أي تجاذبات سكان سياسية أو احنا كان نتعامل كهيئة كعمل إنساني بحت. احنا صغرنا في السابق حتى في سنة من سنة 2011 إلى سنة لهذه السنة. لو نتكلم على عدد المفقودين في بعد ثورة 17 فبراير، أعداد المفقودين في ثورة 17 كان النظام السابق أكثر بأعداد كبيرة من اللي هو محسوبين على ثورة 17 فبراير. احنا نتعامل مع جدة، جدة مجهولة هوية، هذا إنسان مرمي تحت تراب لا ينفع اللي هي الشاه بعد صلخة يعني احنا نتعامله كجدة كهيئة مع أي أشلاء موجودة. لما يأتي الشخص المفقود ده يتم التحقيق معاه، يعني أنت من هذا ولا كذا، احنا نتعامل معاه كمؤسسة مع أشلاء وجتمين يتم التعرف عليها وتقديم ندويها وأهلها إن شاء الله. رؤية بخشام من قناة الدبليو تي في. الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، هل عملها يوقف حاليا في الوقت الراهن؟ لأن في بعض العائلات ما لقوش مفقوديها، يعني في بعض العائلات عندها أبناء من 3 سنوات وأربع سنوات وما لقوهمش من ضمن الجثث، هل عملكم يوقف في حد هنا ولا يستمر مع العائلات اللي ما لقيتش مفقوديها؟ احنا زي ما قلنا يعني نتعامل مع المفقودين ايا كان سبب الفقد. في حال احنا زي ما قلنا لما عندنا مصوبات وبعض البيانات نطلبوا فيها يعني اي شخص مفقود احنا تعاملنا، حتى فتحنا يعني زي ما تقول اعلان للناس حتى المفقوده في سنه في حرب تشاد، حرب اوغندا، سجلوا عندنا هنا يعني من سنه اي شخص عنده مفقود ايا كان سبب الفقد نتاعه. حتى في السنوات السابقه في بعض الناس يعني سجلت عندنا عند الناس مفقوده من سنه 86 79 حرب اوغندا، حرب تشاد الاولى والثانيه، فكل اي شخص مفقود اللي تنطبق عليه الشروط انه هو يسجل كعنده في منظومه المفقودات. حتى الشروط معلش نطلب في طبعا احنا في بعض اللي هي بلاغ من النائب العام او النيابه او مركز الشرطه انه هو هذا مسجل اساسا في حادث تتوقع انه هو مفقود، ونطلب في بعض المسوغات اللي هي خاصه بمكتب العاليه الاسره بتاع افراد الاسره بعض البيانات الشخصيه للمفقود سواء كان عمره او تفاصيل يعني هذه اللي تساعدنا احنا بالتعرف على الشخص المفقود. شكرا لكم ان شاء الله.